حزب الشعب يتخطى حاجز 24% في استطلاعات الرأي. حزب النيوز يحذر من احتمال تشكيل حكومة بين إيفوبي وإفبي. تصاعد التوتر بين فيينا وبرلين حول سياسة ترحيل المهاجرين. خبراء يحذرون الديون الحكومية تهدد بأزمة اقتصادية شبيهة باليونان. جمعية المستأجرين تطالب بتحديد تكاليف السكن عند 25% من الدخل. ووزارة الصحة النمساوية تقدم لقاح الإنفلونزا هذا العام مجاناً. وأخيراً تراجع كبير في تسجيل السيارات الكهربائية وزيادة في الهجينة. مشاهدينا الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. إلى تفاصيل النشرة، تمكن حزب الشعب النمساوي من تجاوز حاجز 24% في استطلاعات الرأي، مما يعد إنجازاً في حملته الانتخابية. ورغم ذلك لا يزال خلف حزب الحرية الذي سجل 27.4%. وتراجع الحزب الاجتماعي الديمقراطي إلى 20.5%، وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها عن 21%. وحافظ حزب النيوز على نسبة 9.5%، متقدماً قليلاً على حزب الخضر ب 8.2%. أما حزب البيرة فقد استقر عند 4.9%، متجاوزاً حاجز دخول البرلمان، بينما بقي الحزب الشيوعي عند 2.6%. حذر حزب النيوز من احتمال تشكيل ائتلاف جديد بين حزب الشعب وحزب الحرية بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأعربت مرشحة حزب النيوز الرئيسة بياتا ماينل رايزينجر عن شكواها في صدق حزب الشعب في رفضه التعاون مع FPE، محذرة من تكرار سيناريو إبيتسا 2. وفي حدث أمام لافتة انتخابية معدلة، اعتبرت ماينل رايزينجر أن حزبها هو الخيار الأنسب لتشكيل ائتلاف إصلاحي دون مشاركة سياسيين من حزب الحرية. ووسط أداء نشيد النمسا الوطني خلال الحدث، أكدت ماينل رايزينجر أن الانتخابات القادمة ستحدد من سيكتب مستقبل الجمهورية. أكد وزير الداخلية النمساوي جارد كارنر أن النمسا لن تستقبل أي مهاجرين مرحلين من ألبانيا عبر الحدود المشتركة، في ظل خطط برلين لزيادة عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين. وصرح كارنر لصحف ألمانية قائلا لا مجال لذلك، مشددا على أن الترحيل وفق اتفاقية دبلن يتطلب موافقة الدولة المعنية. ويأتي هذا التصريح قبل الانتخابات البرلمانية في النمسا. في المقابل طورت ألمانيا نموذجا جديدا للترحيل بما يتوافق مع القوانين الأوروبية وسط دعوات المعارضة لتجديد الإجراءات على الحدود. أعرب خبراء الاقتصاد عن قلقهم بشأن السياسة المالية الحكومية النمساوية الحالية، ووصفها دينيس كوشيرا من أجندة النمسا بأنها فاشلة تماما. وأشار كوشيرا إلى ارتفاع نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 77% مقارنة ب 2019، حيث توقع تقرير من وزارة المالية أن الديون قد تتجاوز 100% من الناتج المحلي إذا لم تتم إصلاحات هيكلية. واقترح الخبراء حلولا منها تحديد سقف الإنفاق الحكومي وربط سن التقاعد بمتوسط العمر المتوقع لتوفير 10 مليار يورو، وإدخال تأمين صحي إلزامي لتخفيف العبء المالي. كما دعا كوشيرا إلى تقليص الدعم الحكومي والعودة لمستويات 2019. دعت جمعية المستأجرين في النمسا إلى خفض تكاليف السكن لتصل إلى 25% من الدخل المتاح بحلول 2030. وطالبت الجمعية بإلغاء المؤشرات الدورية والعقود المؤقتة والمضاربات العقارية، واقترحت وضع قانون إيجارات موحد مع فرض غرامات على المخالفين. كما شددت على أهمية دعم الإسكان المدعوم وزيادة التمويل المخصص له دون تحديد مبلغ معين. وأشارت الجمعية إلى أن نموذج الإسكان في فيينا يعد مثالا يحتذى به،
مؤكدة على ضرورة ضمان الحق في سكن ميسور التكلفة للجميع. أعلنت وزارة الصحة أن لقاح الإنفلونزا هذا العام سيكون متاحا مجانا في جميع أنحاء النمسا بدءا من 4 نوفمبر في جميع مراكز تطعيم البلدية. جاء هذا القرار بعد اتفاق بين الحكومة الفيدرالية والمحليات وصندوق التأمين الصحي، حيث تم تخصيص 250 ألف جرعة لفيينا، ويمكن الحصول على اللقاح أيضا من الأطباء ومراكز الرعاية الصحية، ويمكن زيارة موقع UGK أو الاتصال بخط مساعدة لقاح الإنفلونزا للحصول على مزيد من المعلومات. شهد شهر أغسطس انخفاضا في تسجيل السيارات الجديدة في النمسا بنسبة 8.9% مقارنة بالعام الماضي، حيث تم تسجيل أكثر من 172 ألف سيارة. ووفقا لتقرير إحصاءات النمسا، تراجع تسجيل السيارات ذات محركات الديزل بنسبة 36.5% والسيارات الكهربائية بنسبة 21.4%. في المقابل ارتفعت تسجيل السيارات الهجينة التي تعمل بالبنزين بنسبة 11.5% والسيارات التي تعمل بالبنزين فقط بنسبة 3.4%. وعلى الرغم من هذا التراجع، في أغسطس ارتفع تسجيل السيارات الجديدة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس بنسبة 5% ليصل الإجمالي إلى 172.129 سيارة. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.